لنا من فاروق صلاح لكريم احمد في المغرب، يقول لنا اخر اخبار بعثه النادي الاهلي الموجوده في المغرب علشان نطمن بقى. اليوم اللي بيبقى قبل الماتش ده بيبقى يوم يعني متوتر شويه، هاديه يعني خالص وكل الامور هاديه خالص، وبالتالي خلينا نعرف نطمن على فرقتنا، نطمن على فرقتنا ونعرف كريم هيقول لنا ايه. اتفضل يا كريم. كل التحيه ليك يا كابتننا الكبير الكابتن اسلام الشاطر، والتحيه والشكر ايضا للكابتننا الكبير الكابتن هاني رمزي وجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. بالتاكيد يعني الاجواء هاديه، يا رب ان شاء الله باذن الله غدا يكون يوم النصر، يوم الفريق للنادي الاهلي. كل التحضيرات الحقيقه انتهت، التحضيرات الفنيه، الجانب المعنوي، الجانب النفسي، مستر كولر من اللاعبين الكبار، من كباتن فريق للنادي الاهلي. ينقصنا بمشيئه الله التوفيق يا كابتن اسلام يا كابتن هاني. ان شاء الله كل التوفيق، اكيد كل دعواتنا وكل دعوات جماهير النادي الاهلي والمصريين والعرب عامه، وحتى على المستوى الافريقي النادي الاهلي ممثل العرب والقاره الافريقيه. الاجواء عندك ايه؟ يعني الاجواء من خلال التحضيرات على المستوى الفني، على مستوى التركيز، على مستوى المحاضرات، اليوم ماشي ازاي النهارده كريم؟ يعني في البداية يا كابتن هاني يا كابتن اسلام، بداية اليوم كانت بالمؤتمر الصحفي لمستر كولر والشناوي طبعا، وايضا كمان على الجانب الاخر انشيلوتي وفالفيردي طبعا، والتصريحات الحقيقه يعني فخر كبير جدا واعتزاز كبير جدا لما بتسمع الحقيقه التعظيم الكبير للنادي الاهلي وقيمته الكبيره والجمهور للنادي الاهلي، مردود كبير جدا الحقيقه بعد هذه التصريحات، لان القيمه كبيره جدا لريال مدريد والقيمه كبيره ايضا كمان للنادي الاهلي. العالم كله بمشيئه الله ينتظر هذه المباراه. يمكن انا سمعت طبعا فلامينجو والهلال، ويمكن فوز الهلال او تقدمه بنتيجه 3-1، يعني ان شاء الله باذن الله تكون رساله مهمه جدا، لان ما فيش مستحيل في كره القدم. كره القدم فيها ثوابت لكن فيها متغيرات كثيره جدا، فبنعمل بمشيئه الله تكون في صالحنا مباراه الغد، من دخول في الاجواء، من تنظيم للمباراه، من سيناريوهات الحقيقه مستر كولر اشتغل عليها بشكل كبير جدا في استغلال ضيق الوقت. انت عارف يا كابتن اسلام يا كابتن هاني، الوقت ده انت خلاص كل 48 ساعه في هذه الرحله وفي هذا كاس العالم بتلعب مباراه بقيمه كبيرة، مباراة بطل قارة، فمحتاجة مجهود وتركيز كبير، لكن مباراة الغد لها حسابات خاصة عند الجميع الحقيقة. فبنعمل إن شاء الله بإذن الله يعني كل لعيبة النادي الأهلي تكون مستوعبة بشكل كبير جدا جدا هذه الحالة الدقيقة جدا وهذه المرحلة المهمة، إن الكل منتظر والعالم منتظر بالأجمع إن هو يشوف النادي الأهلي أدي اللي عليه، أدي مباراة أكثر من رائعة. توفيق ربنا بمشيئة الله يكون معانا. بأكد لك كابتن إسلام يا كابتن هاني، الحقيقة تدريب اليوم يعني رغم إن هو كان تدريب مغلق، لكن عايز أقول لك مستر كولر استقر على التشكيل اللي هيخوض بيه بمشيئة الله مباراة الغد. هجوميه وجبات دفاعيه، الراجل بيحاول يقسم المباراه بالتاكيد طبعا يا كابتن اسلام، لكن الحقيقه يمكن انت عارف يعني بنحاول ان احنا نكون مذاكرين جدا تحركات لاعبي النادي الاهلي. مستر كولر فكره في ايه؟ مين اللي هيكون عنصر المفاجاه؟ هيحاول ان هو يضغط في الثلث الامامي، في الثلث الهجومي. الحقيقه من خلال متابعتي للتدريب واضح ان في تقسيم مراحل بشكل كبير جدا للمباراه، شوط اول شوط ثاني. كنا بنسمع ان مستر كولر بيقول لعيبه النادي الاهلي، لعيبه ريال مدريد عندها سرعات كبيره جدا ومش هنقدر نجريهم في السرعات، فمحتاجين ان احنا يكون في غلق مساحات والخطوط تكون قريبه جدا. والحقيقه النهارده تدريب كان قوي، كان في جديه، كان في حماس. وسائل الاعلام يا كابتن اسلام يا كابتن هاني النهارده حاجه رائعه جدا. لو تشوف، مش هقدر اعد لك عدد الكاميرات ولا عدد المواقع، كان في صور كثيره جدا الحقيقه شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني الكل كان متواجد الحقيقه بقيمه النادي الاهلي الكبيره والاهتمام الكبير. وعلى الجانب الاخر ايضا كمان وقت المران الخاص بريال مدريد كان في كثافه كبيره جدا من الاعلام، لان هي مباراه عالميه. يا رب ان شاء الله تليق بالناديين، نادي ريال مدريد والنادي الاهلي، لكن احنا املنا كبير زي ما بنقول ان شاء الله ما فيش مستحيل، والمستحيل ليس اهلاوي، لكن سقف الطموح بالتاكيد عند جمهور النادي الاهلي عالي، لكن الوعي الكبير اللي بنراهن عليه في جمهور النادي الاهلي ده مهم جدا يا كابتن اسلام يا كابتن هاني. مباراه تليق ان شاء الله بفريق للنادي الاهلي، بمشيئه الله يكون الحضور مميز جدا كالعاده من اشقائنا المغاربه وجمهور النادي الاهلي، اللي كل مره بناكد على هذا الامر. كل الناس اللي بتقابلنا بتقول لنا هتشوف حاجه رائعه جدا جدا في ملعب طبعا مركب بمولاي عبد الله، اللي هيستقبل بمشيئه الله مباراه الغد الثامنه مساء بتوقيت المغرب، التاسعه مساء بتوقيت القاهره. الامور طيبه يا كابتن اسلام يا كابتن هاني، فندق خلاص بقى الهدوء، تعليمات الكابتن سيد عبد الحفيظ كابتن محمود الخطيب، الهدوء لابد يكون مطلوب الحقيقه في هذا اليوم قبل المباراه ب 24 ساعه. والالتزام معروف عن لاعبي النادي الاهلي، ما يميز لاعبي النادي الاهلي الصرامه في التعامل، الالتزام، الدقه الكبيره جدا في تنفيذ التعليمات الاداريه والتعليمات الفنيه. فبمشيئه الله يا رب ان شاء الله باذن الله يكون يومنا، وبالتاكيد يعني اكيد هنطمن كل جمهورنا، اكيد جمهور النادي الاهلي من الصباح بمشيئه الله على الاجواء وعلى تحركنا وعلى كل الظروف ان شاء الله باذن الله. كابتن اسلام يا كابتن هاني. طيب يعني هل عندك اي حاجه ثانيه عايز تقولها لنا؟ يعني انت كده طمنتنا بشكل عام على الفريق. انا عارف اليوم اللي قبل المباراه الدنيا بتبقى هاديه جدا جدا جدا، واحنا مش عايزين الحقيقه يعني نعكر صفو هدوء
اللي واضح على النهاردة، اليوم اللي بيبقى دايما ليلة المباراة. أعتقد كل اللاعبين في أوضهم، كل اللاعبين مركزين لمباراة بكرة، بيتفرجوا بقى على مباريات لريال مدريد أو كذا أو كذا. فبالتالي يعني إن شاء الله نشوف مباراة بكرة تليق باسم النادي الأهلي وتليق باسم نادي ريال مدريد. بالتاكيد طبعا يا كابتن اسلام، ينقصنا دعواتكم بقى ودعوات كل جمهور النادي الاهلي، ورب ان شاء الله يوفق لاعبتنا. يعني خلاص المحاضره الفنيه الاخيره من اللحظات انتهت الحقيقه. المستر كولر اللي اكيد بكل مباراه بيكون ليه محاضره مهمه جدا قبل طبعا توجه لاعبي النادي الاهلي، وجبه العشاء اللعيبه خلاص يمكن كلها في الغرف دلوقتي، على ان يكون يوم الصباح بمشيئه الله بادئ من 10 صباحا الفطار، وجبه غداء تكون 2 ظهرا، نتحرك هنا بمشيئه الله قبل انطلاق المباراه بساعه ونصف. يا رب ان شاء الله كل الظروف والمناخ الطيب جدا للمتواجدين فيه هنا الحقيقه بجانب اشقائنا المغاربه، والدعم الكبير من جمهور النادي الاهلي المنتظر بالدعوات وبالتواجد. يا رب ان شاء الله كل الظروف تكون معانا كابتن اسلام يا كابتن هاني، ومفيش مستحيل على النادي الاهلي بمشيئه الله. ان شاء الله ان شاء الله كل الخير ان شاء الله، ينتظرنا بكره باذن الله كل التوفيق. وطبعا الشكر واصل ليك كريم على التغطيه المميزه دايما معانا على شاشه قناه النادي الاهلي، ويعني تحياتنا للبعثه وللفريق، وكل الامان ان شاء الله بتقديم صوره تليق بالنادي الاهلي.